توتي انا سمعت في التليفون اللي هو بيقول دول كدابين، انا الطفل وحاجات غريبه كده. يعني انا مش فاهم حاجه، هو انت فاهم؟ انا نفسي مش فاهم. وبعدين هو احتمال يكون واحد في المية يكون مظلوم. انا على طول بدي نفس الاحتمال ده. انا مش عارف هو مظلوم ولا مش مظلوم، بس انا مش عارف اعمل ايه يا توتي. وانا انا بس انا خايف يكون مظلوم. وانا كمان خايف برضه يكون مظلوم. ايه ده؟ ايه ده يرن؟ ايه ده هو؟ طب سيبيني ارد عليه. ماشي اوكي رد. الو بيبو، ازيك؟ على فكره في صوت تفاهم، ممكن تسمعني ومش تقفل السكه زي توتي؟ اتفضل اتكلم، بس ارجوك مش تفتح السبيكر. لا انا مش فاتحه. ابنا الموضوع كبير قوي. فاكر الطفل اللي اتسرق عندكم؟ ايوه. الطفل ده هو انا. ازاي ده؟ مش فاهم. ارجوك افهمني، لما كان جايب حاجه من الشارع زي اختراع كده، انا مش فاهم، بالونه فرقعت كده يعني وخلتني كبير مره واحده، وانا مش عارف اعمل ايه تاني. وهم طالبين فلوس باي طريقه، وكان عاوزين توتي يجيبوها هنا علشان يختفوها، وانا ماليش ذنب في الموضوع ده خالص. وقول لي توتي ما تجيش خالص. ازاي الكلام دوت؟ لا ما تقلقش، مش هقول لها حاجه، بس انا مش فاهم، فهمني اكتر. يو في ايه؟ افتح الذكر. لا مش هينفع. اول لما المعلمه عرفت انك جاي فضلت تشتم وتزعق فيا، وقالت لي الحكايه بتاعتي كلها، وان توتي تكون مامتي وما ينفعش احب مامتي، انت فاهمني؟ وارجوك ما تقولهاش خالص، ارجوك عشان ممكن يحصل لها حاجه. طب ثواني اهدى بس، ما تعيطش. يعيط ايه ده؟ عايز يخطفني. استني ثواني يا توتي. حاضر. ابنهم لو بتحب توتي فعلا انسى موضوع ان ابنها ده، نسيها خالص، وانك مش هتجيب الطفل ده خالص، لان فعلا لو عرفت هي ممكن يجيب لها حاجه. حاضر يا اقولك. ابنهم من فضلك مش تقول لها، اوكي؟ حتى لو قلت لها اني وحش، بس اهم حاجه هي ما حصلهاش حاجه، قول لها اني وحش وخلاص، وانا احاول انساها. باي باي انت دلوقتي. باي. توتي انا عايز اقولك على حاجة. ايه؟ هو كان فعلا بيعتذر، هو كان فعلا كان عايز يخطفك. اهو شوت. ايه؟ انا مش حسيت. يعني مش حسين؟ انت فيك حاجة. هو قال لك ايه؟ توتي ممكن تهدي نفسك شوية؟ طب حاضر، انا عايز اقول حاجة للطفل دلوقتي. ممكن احنا نجيبه؟ هنجيبه بس اهدي شوية. حاضر. بقوا مين؟ بقوا الطفل الناس تانية. لا مش بقول الناس تانية. انت ايه اكيد كده؟ مش عارف يا توتي. ايه يعني مش عارف؟ مش عارف هم بقوا، بس انا لما رحت هناك عندهم البيت انا ولا سامع صوت طفل ولا اي حاجة، وما كانش فيه هناك اطفال. هو مين اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل؟ ازاي؟ مرحين. خلاص بقى يا توتي مش تعيطي، ان شاء الله تلاقي طفل تاني واحلى بكتير وتعيشي معايا على طول. ايه يا تيتا؟ تلاقي طفل تاني؟ دي يا تيتا. ايه ده يا توتي؟ انت مش قلت لبيبو؟ ايه ده؟ في ايه يا تيتا؟ في ايه يا توتي؟ انتوا مخبيين عليا حاجة؟ لا بيبو اصلي توتي مش تقوليله عشان فعلا حبيته. فعلا حبيتيه؟ انتوا مخبيين عليا ايه؟ قولي طيب. لازم تقوليله. بص يا بيبو، توتي حكت لي انها لقيت طفل لما كنتوا بتشتروا حاجة في الشارع، وانت داخل المحل وسبت الشنطة ودخلت تشتري حاجات، وبعد كده جه راجل حط طفل في الشنطة وجري بالعربية، ومن ساعتها بقى الطفل دوت حبيبي. يعني الطفل اللي معاك ده اصلا مش ابنك؟ لا. يا خبر ابيض. ايه في ايه؟ عارفة اقولك كان بيحكي لي ايه؟ كان بيحكي لك ايه؟ كان بيحكي لي ان هو اصلا بريء. يعني ايه بريء؟ يعني ما كانش عاوز يخطفك ولا حاجة. امال ايه؟ مش عارف افهمك ازاي يا توتي، بس مش هينفع. ايه؟ في ايه اللي حصل؟ اقولك ازاي طيب؟ لا قولي دلوقتي. في ايه؟ عارفة اقولك ده مين؟ مين يعني؟ ده هو ده الطفل. ايه؟ يعني هو ده الطفل؟ يا بيبو ما تهزرش بقى، انا زعلانة. توتي ما انا بقولك مش عارف احكيلك ازاي. يعني ايه؟ يعني دوت يبقى هو الطفل الصغنن. ده ازاي؟ صدقيني يا توتي. يعني هو حكالي في التليفون ان هم عملوا اختراع كده، كان كانوا جايبين بالونه وبالونه فرقعت، والواد طلع كده مره واحده، طلع كبير. يعني اقول لك هو الطفل الصغير؟ اه. بيبو ده بيحصل في الحوادث بس؟ مش عارفه. توتي ايه؟ انا حاسس كده من الاخر ان دوت كلامه فعلا كله حقيقي، هو فعلا بيحبك، او هو فعلا اول ما حسيته كده يعني انا شايفه ان هو ما بيكدبش. ولا انا كمان حسيت مصدق في كل حاجة، بس ازاي؟ لا ده الموضوع كبير قوي. لا انا لازم استريح شوية، لازم اخش الاوضة.
باي باي بعد اذنكم. ايوه ما هو قال لي انا هحاول انساها، هيعمل كذا طريقه ان احاول هو ينساكي. لا لازم اقول له دلوقتي حالا. تقولي له ايه؟ لازم احكي له. بصي يا توتي، انا جات لي فكره جميله جدا. ايه هي؟ انا رحت دلوقتي البيت بتاع اولك. هيخطفوه. لا لا انا كني مش عارف حاجه، هديهم الفلوس عادي واقول لهم ابعتوا اولك للبيت عندنا. عندنا هنا؟ اه وانت تستقبليني. انا موافقه جدا، كل فرحه جميله. ماشي؟ يلا يا توتي. ايه؟ ابعتي بقى لقولك اللوكيشن. هيقول ايه دلوقتي؟ مش هيقول حاجه، ابعتي له بس اللوكيشن وانا لما اوصل هناك هخلي قولك يجي لك على طول. ماشي، خلي بالك من نفسك. ما تخافيش. تمام. باي. انا لازم اعمل اي حاجه عشان انساها، لازم اعمل اي حاجه، مفيش غير الفكره دي. هنا انت بتعمل ايه يا مجنون؟ استنى دلوقتي. ازيك يا تيت؟ كويسة؟ اه انت كويس؟ انا كويس. ماشي، لو عجبكم الحلقة يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير. ورأيكم يهمنا. رأيكم طبعا يهمنا، ما تنسوش تقولوا رأيكم كمان في التعليقات. والقناة على يوتيوب اسمها بنوفليكس، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يلا وما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي. مشاركة.